شايف ازاي ضغوطات اليوم امام حسنية تقارير والاستعداد للفريق للمباراة النهائية ان شاء الله؟ كنشكرك على التهنئة. بكل صراحة المقابلة كانت صعيبة بزاف، كنحمد الله كثير على النتيجة اللي عشنا، واحد الأسبوع اللي صعب كثير على غرار 15 شهر في البطولة. احنا كنا ملزمين حتى لآخر جوج ديال الدقائق، احنا كنا ملزمين باش يكون عندنا واحد تشريف جيد ومباشرة وجهنا لكأس إفريقيا، المقابلة ديال نصف النهائي، وكانت ضد واحد الفريق اللي صعب انك باش تلعب مع واحد الفريق اللي من نفس البلد، فكيكون اللاعبين كيعرفوا بعضياتهم، كتكون ندية اكثر، كتكون قتاليه اكثر، مدربين كيعرفوا بعضياتهم، وتيكون كما تنقولوا كيلعبوا على اوراق مفتوحه وواضحه. فمن الاشياء اللي جات صعبات من المأمورية، الشوط الاول يعني كان واحد شيء من التشنج بالنسبه للاعبين، الشيء اللي خدمنا عليه بين الشوطين، و 45 دقيقة الثانية كمان أن اللاعبين قدروا أنهم يلعبوا بارتياحية أكثر، قدروا أنهم يبرزوا الجو ديالهم افيك ماتوريتي، والحمد لله مرة أخرى على هذا الانتصار هذا اللي كان انتصار صعب كثير، أن فريق ديال حسنية فريق جيد، مدرب جيد، مسؤولين جيدين، فما كانش من السهل أننا ندوزو، رغم أننا كنا ملزمين باش أننا نديروا مقابلة جيدة وندوزو للفينال. فكنهدي هذا الانتصار هذا اللاعبين اكيد، كنهديه للمسيرين، وكنهديه كذلك الجمهور الغفير ديال بركان. السؤال من الصحافه المغربيه، ان بعد النتائج يمكن المخيبه للاداء والاداء في دوري الابطال، رايك ممثل الكره المغربيه في نهائي كاس الكونفدراليه، فهل شايف ان ده ممكن يكون نوع من الضغط عليك ان انت ترفع باسم الكره المغربيه؟ لا، اولا انا نقولها صريحه، يعني بالنسبه للرجاء والوداد مازال كل شيء ملعوب، كل شيء ملعوب، يلا شوط اول اللي تلعب. فانا من هذا المنبر كل ثقه بان ان شاء الله الرحمن الرحيم الوداد، وهذا ميساج كذلك دو سوتيان للرجاء وللوداد بان كل شيء مازال ملعوب، وبان يمشيوا يدافعوا الحظوظ ديالهم، وان شاء الله يدافعوا الحظوظ ديالهم. اما بالنسبه لينا حنا، فاكيد حنا كنشرفوا، الان كنا عندنا تشريف ديال جوج الفرق، الان بقى فريق واحد، فاحنا غادي نحاولوا ما امكن اننا نفوزوا بها، وخصنا نفوزوا بها، لان الفريق السنه اللي فاتت وصل للنهائي وتحرم، فمازال هذاك المراره عند اللاعبين، وكنظن باننا غادي نديروا الكل ونوجدوا الان عندنا خمسه ايام باش نوجدوا بالطريقه المثلى كما العاده ديال الفريق ديالنا، باش نكونوا في جوغ جي 100% ان شاء الله الرحمن الرحيم من اجل رفع الكاس ان شاء الله. السلام عليكم. شوف، كتعرف بانه يعني احنا الهدف الاول اللي كان عندنا هو الهدف ديال لاكاف، يعني اول ما عرفت جيت في شهر 9 من هذه 15 شهر، الهدف كان ديالنا الاول والاوحد والصريح هو كاس افريقيا. فالبطوله جات تدريجيا، يعني خدمنا بجديه، خدمنا، ضحينا 15 شهر، ما نقدرش نقول لك الكميه ديال التضحيه اللي كانت، العمل كيفاش كان، ما كانش مسال، مي ما حدنا كنزيدوا في البطوله، وحنا كان الامل كيكبر، واحد الوقت ولينا كنلعبوا على الحظوظ ديالنا من اجل تحقيق اللقب. حنا بالعكس، حنا شفنا باش الضياع ديالنا ديال اللقب، لان حتى الجوج ديال المقابلات الاخرين وحنا كنلعبوا على، حتى المقابله ديال الرجاء وحنا، حتى ال 15 سكوند التاليه وحنا كنلعبوا على اللقب، على باش نكونوا حنا الاولين 15 ثانيه الاخيره. من بعد في المقابله الاخيره حتى الدقيقه 88 وحنا كنلعبوا على اون بلاص في الشامبيونز ليغ، كنا حنا اللي مؤهلين. فبالعكس شفنا هذا من واحد الجانب ديال دو موتيفاسيون، اللي هذه حفزنا كذلك لهذه المقابله. ما يمكنش مشات لنا بالنسبه لينا حنا، مشات لنا البطوله لان ربي ما بغاش اكيد، ولاني ربي عادل دائما يعوضك، سي سور، سورتو لك الانسان تيخدم بواحد الطريقه اللي جيده، وما كانش عندنا فيها الخير. من بعد توجهنا للكاف، اذا كانت بالنسبه لنا حافز، ما يمكنش ضيعنا اللقب في البطوله ونضيعوا حتى لاكوب. فكنظن مره واحده اخرى كنحمد الله على الانتصار هذا، وعندنا مقابله اون فينال
اون فينال ديال لاكاف راه كتهضر على راسك. لا لا دابا عاد نبدا نتوجه للفرق الاخرى، لان بكل صراحه يعني ابتداء من ما نقولكش من الليله ان شاء الله الرحمن الرحيم، من هذه الليله غادي نبدا نتوجه للفرق. غدا ان شاء الله غادي نشوف المقابله اكيد باش نعرفوا شكون الفريق اللي غيلعبوا ضده. كيف ما ذكرت عندنا 5 ايام من اجل الاستعداد. فيما يتعلق بالفريق، اكيد ان الفريق وصل السنه اللي فاتت للنهائي، ولكن اللي صعب هو انك تكرر الحاجه مره واحده اخرى. لهذا انا كنشكر جميع المكونات، لان باش يوصل للطوب يمكن نقولوا ماشي سهل، اكيد ماشي سهل، خص خدمه وخص عمل ديال جميع المكونات، لان النجاح ما تيكونش نجاح ديال واحد، يكون نجاح ديال مجموعه ديال منظومه. اكيد انه كان عمل، ولكن باش انك تكرر ولا تبقى في الطوب وتزيد عليه شيء اللي درناه حنا هذا العام، هذا هو اللي صعب. واكيد انه كان واحد العمل مضاعف ديال جميع المكونين ديال الفريق. شكرا لكم سيدي، شكرا. هو الحقيقه كما سبق لي اشرت انه كيف لي اتكلم على الشق التقني ولم يكن هناك تكافؤ الفرص، سواء قبل المقابله واثناء المقابله. قبل المقابله الفريق اصيب ب يعني 7 لاعبين او 8 لاعبين اصيبوا بالكوفيد. لم ادري القانون واش كان يحمي حسين تكادير او لا، ولكن على الاقل الفريق لم يلعب ذهنيا بالشكل المطلوب اولا في التركيبه ديالو، ثانيا كنعرفوا ملي كيكون المشاكل بحال هادو داخل المجموعه كنظن نفسانيا المجموعه كلها تهزت. بالنسبه للمقابله، لانه كما قلت الفريق ما لعبش بجميع القوى ديالو 100%. عندي حارس تقاس، مدافعين تقاسوا في الكوفيد، وسط ميدان وايضا هجوم، جميع الخطوط عندي كلها، ما عنديش واحد ليكيليبر حتى في الاحتياط، يعني ما عنديش واحد توازن باش يمكن نسير المقابله كيف ما بغيت. اثناء المقابله كنظن واكيد ان خاصه ضربه الجزاء الثانيه فيها القيل والقال، نتمنى ان شاء الله نتمنى تكون ضربه جزاء اذا كانت هناك ضربه جزاء. ولهذا انا ملي كنقول لم تكن هناك تكافؤ الفرص سواء قبل واثناء المقابله، كنظن انا واعي بالكلام وتحمل مسؤوليتي في هذا الكلام. كيف ما كان الحال كنشكر اللاعبين القتاليه بالرغم من النقص الكبير في التركيبه البشريه ديالنا، ولكن كان هناك لاعبين رجال حاولوا يقاوموا ويحاولوا انه يعبوا ضد الجميع، والاقل قاموا بمقابله كبيره، كانوا كيستاهلوا اكثر من هذا من اقصاء، وكنشكرهم مره اخرى على المجهود اللي داروا. كما سبق لي شرط الخطه كلها تغيرت، لان الطريقه باش كنا غادي نواجهوا بركان ماشي هي الطريقه باش كانت غندخلوا اليوم. سي فغي تدري اللي دخلوا حتى هما عندهم اسميتو ديالهم، ولكن يعني تغير الاماكن وكاين لاعبين اللي لعبوا ما لعبوش في الاماكن ديالهم، خلونا ان نلعبوا على الامكانيات ديالنا ونواجهوا فريق كبير اللي عنده 100% لي جوار ديالو كلهم. بالنسبه للقراءه اللي قلتي انه الاطراف ما شفتش انا كان واحد هيمنه او لا واحد سيطره كبيره بزاف، وخاصه على الاطراف، لان كيف ما كان حال اللاعبين عرفنا كيفاش نوقفوا يعني ديك يعني البوان فور او النقطه القوه ديال فريق الخصم اللي كيلعب الاطراف سواء عزيزه ولا النمساوي. ما كنظنش انهم داروا بزاف ديال المحاولات من هناك، كانوا حسموا المقابله بضربتي جزاء. لولا ما كانش هاد ضربه الجزاء يمكن ان اللاعب غيكون متكافئ، وكان متكافئ
طيلة الأدوار، خاصة في الشوط الثاني اللي قدر حاولوا أنه يديروا المقابلة كبيرة. أما بالنسبة لسميتو ما كنشوفش أنا واحد الوقيتة ولا فترة من الفترات أن الفريق يعني يفرض على نفسه في سواء في الأطراف أو لا في العمق أو حتى في وسط الميدان. مستقبل انا كنبقى ديما ابن فريق حسن تكادير، وانا ديما راه الاشاره فريق حسن تكادير. بالطبع درنا واحد المجهود كبير 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 بزاف، مضاعف مجهود تقني، مجهود اللي يمكن انه كنا اونجيغ دي بروبليم، اونجيغ با لي شوز تكنيك اي تاكتيك، مي في وجه يعني على سميت حسن تكادير ممكن نديروا كل شيء. تعبنا هذه السنه هذه نظرا الشيء لا يخفى على الجميع أن الفريق مر بظروف اهتزازات داخلية، ظروف تقنية يعني، ولقينا واحد الوقت الفريق أنه كاين في المراتب الأخيرة. درنا مجهود كبير على الأقل نقدوا الفريق، الحمد لله تأتى ذلك بالرغم من إصابات، بالرغم ما سميتو، ولكن كان واحد مجموعة متجانسة. كملنا بالشباب وكملنا باللاعبين المتمرسين ذو تجربة، والحمد لله وصلنا للهدف ديالنا الأول وهو البقاء داخل يعني الصفوة. وأيضا كنا نطمحوا أنه نمشيو ونهديو تأهل في هذه المقابلة هذه الجمهور ديالنا، مي ما كانش الفريق الإمكانيات ديالو 100%، وكيف ما كان الحال حتى المقابله ما كانتش كما كنقولوا قبيحه 100%. اللاعبين داروا اللي عليهم، كانوا نوصلوا للفريق، يعني كنا بيننا نوصلوا الفريق الاشواط الاضافيه ديال الفريق الخصم، نظرا يعني عرفنا انه غيكون العياء، عرفنا ان الفريق الخصم عنده واحد مويان ضاج كبير بزاف. مي شاءت القدر انه كان دو بيلانتي اللي تسيفلا وتماركا واهلوا فريق نادي منتزه بركان. شكرا.